لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وده ينكر بعقل، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 34، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. وعنوان حلقتنا شيخ الأزهر يلمح بإلحاد رسول الإسلام. وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قال هو النبي سأل الجارية التي أرادت يعني جاءت تسلم، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، فقال إنها مؤمنة، وكشفنا تدليسه في الحديث. وبعدها قال الإنسان المؤمن ليس مطالبا بأن يبحث فيما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بدأ المواجهة دي بالتلميح أن رسول الإسلام ملحد، لأن مقدم البرنامج كان بيسأله في واحد ملحد بيسأل أين الله. شوفوا معايا سؤال مقدم البرنامج. طب امتدادا يا مولانا لهذه الأسئلة الوجودية، قد يسأل ملحد أين هو الله؟ أين هو؟ زي ما شفتوا مقدم البرنامج سأله، طيب امتدادا يا مولانا لهذه الأسئلة الوجودية، قد يسأل ملحد أين هو الله؟ أين هو؟ رح شيخ الأزهر رد عليه بحديث الجارية أن رسول الإسلام سأل أين الله؟ شوفوا معايا الفيديو وهو بيرد. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة يعني، أو ما معناه هذا؟ يعني مقدم البرنامج بيقول له واحد ملحد بيسأل أين الله، شيخ الأزهر يقول له إيه؟ يقول له الرسول سأل نفسه سؤال الملحد ده. وهنشوف حلقة النهاردة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيطعن في مصداقية رسول الإسلام في الحكم على إيمان الجارية اللي جاوبت على سؤال الرسول أين الله. والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مش بيقول إن الرسول أخطأ وبس، لأ، ده بيقول إن رسول الإسلام جاهل وما يعرفش يفرق بين ذات الله وصفات الله. ونشوف الكلام ده بشكل واضح في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض. هو فيما يتعلق بصفاته، نعم، صفات والأسماء الحسنى، وهذا يعني يجب أن المؤمن يفكر فيها دائما. شيخ الأزهر دكتور أحمد طيب بيقول المؤمن يجب أن يفكر في صفات الله وأسمائه الحسنى. ومعنى كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب إنه من الخطأ إن المؤمن يبحث فيما يتعلق بذات الله لأنه غير مطالب بكده. يا شيخ الأزهر أنت بتقصد مين؟ بتقصد مين يا شيخ الأزهر اللي بحث في ذات الله وأخطأ؟ هل تقصد رسول الإسلام أخطأ لما بحث مع الجارية ذات الله وسألها أين الله؟ وكان المفروض أن رسول الإسلام يسألها عن صفات وأسماء الله بس، لأن ده هو الواجب على المؤمن أنه يفكر فيها. والحقيقة يعني في سؤال مهم للشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حضرتك بتقول أن المؤمن يجب أن يفكر في صفات الله وأسماءه الحسنى، وبالتالي لو فكر في ذات الله وسأل أين الله هل بكده بيكون مش مؤمن؟ هل يا شيخ الأزهر حضرتك بتطعن في إيمان رسول الإسلام؟ ولا يكونش قصد حضرتك إن رسول الإسلام جاهل لأنه مش بيفرق بين ذات الله وأسمائه وصفاته؟ ده لو أحسننا الظن بحضرتك يا شيخ الأزهر وأخذنا الكلام على ظاهره، طبعا فهم النصوص على ظاهرها ده مرفوض في المذهب الأشعري. فلو نأول كلام حضرتك زي ما بتأوله القرآن ونقول إن قصدك إن رسول الإسلام بيضلل المسلمين وبيحرف العقيدة الإسلامية، إيه المشكلة إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب كل ما بيتكلم بيأكد إيه؟ بيأكد إن المعركة، معركة أين الله دي الحقيقية هي بين المسلمين ورسول الإسلام نفسه، لأن رسول الإسلام هو اللي سأل السؤال الكارثي أين الله، وهو برضو اللي قال للجارية لما جاوبت وقالت إن الله في السماء اعتقها فإنها مؤمنة. علشان كده الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيطعن في رسول الإسلام وعقيدة رسول الإسلام وبالتلميح وبالتصريح، ويقول إن رسول الإسلام ده جاهل، وجاهل في إيه؟ مش في علم الذرة ولا مثلا في النسبية، لأ، ده رسول الإسلام جاهل في العقيدة اللي المفروض إنه يكون أعلى من الناس بهذه العقيدة، لأنه رسول والله إلا أرسله للناس بالعقيدة دي عشان يعلمها للناس.
ده حتى يعني كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيعتبر طعن مش في الرسول بس، في الله نفسه كمان. إزاي الله يختار رسول ما بيفهمش حاجة في الرسالة اللي الله بعته بيها للناس الأكثر من كل اللي فات؟ خلينا نشوف مع بعض هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل. لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك. وزي ما شفت الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل. لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك، يعني رسول الإسلام كان بيسأل الجارية عن شيء إيه؟ شيء فوق مستوى العقل البشري، وده خلاف الهدف الأساسي من رسالة أي رسول أو صاحب أي دعوة، سواء كانت الدعوة دي بالخير أو الشر. لأن صاحب الرسالة المفروض إنه بيكلم الناس إيه؟ في مستوى إدراكها، أو يكلم الناس باللي بيفهموا علشان يوصل ليهم دعوته. لكن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن رسول الإسلام كان متعمد إنه يكلم الناس فوق مستوى عقولهم، وبكده رسول الإسلام مش بيعجز الجارية وبس، ده بيعجز كل الأمة الإسلامية. وإن رسول الإسلام بيسأل أو يعني بسؤاله ده هو اللي عمل الفتنة في العقيدة بين المسلمين، لأن رسول الإسلام سأل سؤال فوق مستوى العقل، فما فيش حد هيعرف يجاوب عليه. فتبقى إيه؟ فتبقى العقيدة الإسلامية عبارة عن إيه؟ طلاسم وحاجات مش مفهومة. وعشان كده حضرتك يا شيخ الأزهر بتقول إيه في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض؟ بالعكس، أنا حتى لو نزلت بمذهب الأشعري العامة لا يفهمونه. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول أنا حتى لو نزلت بالمذهب الأشعري للعامة لا يفهمونه. وأنا بسأل ليه يا شيخ الأزهر لو نزلت بالمذهب الأشعري للعامة لا يفهمونه؟ هل في حاجة كده؟ يعني هل في مذهب كده محدش يفهمه؟ أو ممكن يكون قصد حضرتك إن طلاسم العقيدة الإسلامية محدش بيفهمها، لا العامة بتفهمها ولا غلاة الحنبلة بتفهمها؟ ليه؟ لأنها فوق مستوى عقلهم، وبيبقوا كده عايزين أو عاملين زي اللي عاوز يدخل الله في كاس شاي. ما تستغربوش على فكرة من كلامي، ده التعبير ده قاله الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. ونشوف الفيديو اللي جاي وشيخ الأزهر بيقول الكلام ده. أنت بالضبط كما يعني تريد أن تدخل المحيط في كأس من الكأس يعني. لا يمكن ومستحيل. شفنا شيخ الأزهر بيقول أنت بالضبط تريد أن تدخل المحيط في كأس شاي، لا يمكن ومستحيل. وطبعا كل ده لأن رسول الإسلام هو السبب الحقيقي في الفوضى اللي في العقيدة لما سأل الجارية أين الله. والسؤال ده لأنه سؤال عن ذات الله، ده سؤال فوق مستوى العقل، فما فيش حد هيفهم السؤال ده. والجواب الصحيح عليه غير مين؟ أهل السنة والجماعة الأشاعرة، وعلى رأسهم الأزهر الشريف ممثلا بشيخه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومشايخه وطلابه. ولو حب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ينزل يعني بالمذهب الأشعري للعامة محدش هيفهمه، ومحدش هيفهم غيره هو ومشايخه وطلابهم العقيدة الأشعرية دي. وإحنا كده ممكن نستنتج من كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن رسول الإسلام برضو قام بإيه؟ بتضليل الناس زي غلاة الحنابلة الوهابية، لأن مستوى عقولهم لا يصل إلى فهم هذا السؤال. عشان كده بيقولوا يصح السؤال أين الله، ونتأكد من الكلام ده في الفيديو اللي جاي للشيخ عبد العزيز المداز ونشوف مع بعض. فالواجب على من سئل أين الله أن يجيب بما أجاب به، بما أجابت به الجارية لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم. هي إلى النبي من جارية يريد صاحبها أن يعتقها، فقال لها النبي أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم للذي أتى بها أعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر. وهذا هو الواجب. زي ما شفنا أو زي ما شفتوا حضراتكم الشيخ ابن باز بيقول الواجب على من سئل أين الله أن يجيب بما أجابت به الجارية لما سألها الرسول. وبعدها قال ابن باز إن في واحد عنده جارية وعاوز يعتقها، مش الجارية اللي راحت للرسول عشان تسلم زي ما قال لنا قبل كده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. فالرسول الإسلام سألها أين الله، راحت قالت له في السماء إلى نهاية الحديث. وأنا أهم نقطة عندي في كلام الشيخ ابن باز النقطة دي هنشوفها
مع حضراتكم مرة تانية في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض. فالواجب على من سئل أين الله أن يجيب بما أجاب به بما أجابت به الجارية. زي ما شفتوا حضراتكم الشيخ ابن باز هو بيقول الواجب لما أي حد يسألك يا وهابي أين الله إنك تجاوب بنفس الجواب الجارية وتقول في السماء، لأن ده اللي حصل مع رسول الإسلام والجارية. رسول الإسلام هو اللي سأل أين الله، يبقى ممكن أي حد يسألك أين الله، لأن السؤال ده سأله رسول الإسلام للجارية وإنت تجاوب نفس جواب الجارية وتقول الله في السماء، وهو نفس الجواب اللي قالته الجارية للرسول، والرسول قبل ردها وحكم إنها مؤمنة. طبعا أنا بستشهد بكلام غلاة الحنابلة الوهابية، مش لأن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيعتبر إن غلاة الحنابلة الوهابية طرف في معركة أين الله، لا، بس لأني عاوزة أجيب أمثلة على ضحايا الفتنة اللي كان سببها الرئيسي هو رسول الإسلام. لأن معركة أين الله الحقيقية بالنسبة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هي بين رسول الإسلام والمسلمين، عشان كده الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيستمر في كلامه وتعليقه على سؤال رسول الإسلام أين الله، ويقول إن السؤال ده عن ذات الله وده فوق العقل، وإحنا ما نقدرش نفكر في الذات. لو حابب تفكر فكر في أسماء الله وصفاته بس، والسؤال اللي سأله رسول الإسلام للجارية ده فوق العقل، والرسول كان عاوز يدخل الله في كاس شاي. تابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف كيف يصحح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لرسول الإسلام العقيدة ويفهموا أخطائه، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى والعقل.